السلام عليكم احبائي الطلبه. اليوم عندنا تجربه سحب الدم. لتجربه سحب الدم نحتاج المواد التاليه: تورنيكة، قطن، كحول، سرنجه، بلاستر. نحتاج تيوب حتى بعد ما نسحب الدم نخليه. عندنا الطالبه امنه والطالبه هديل، هي راح تسحب تقوم بسحب الدم. من نخلي التورنيكة، نوضع التورنيكة، نراعي المسافة اللي هي من 3 إصابع إلى 4 إصابع عن مكان السحب. هنا لازم نفحص السرنجة ونطلع من الهواء أو كان بها عطل، فمرة مرتين سحب. طريقة التعقيم الطلاب طريقة الحلزونية. اكو طريقة ثانية اللي هي خاطئة راح نستخدم هنا، اللي هو ياخذ يعني الامام والخلف ذهابا وايابا، هاي خاطئة لان الميكروسكوب عفوا الميكروبات راح تتجمع وتبقى بيها. الافضل الحلزونية حتى اكبر مساحة سطحية اخذها احصل عليها. الراعي يكون الفتح مال النيد اللي فوق الزاوية مالته تقريبا 35. بعدها راح اشفق قطرة واسحب بكل هدوء. احضر القطنة مالتي قبل ما اسحبها، افتح التورنيكة اضغط عليها لمدة خفيفة، بعدين اجيب البلاستر واخليه. بهاي الطريقة كان عندنا سحب الدم. ان شاء الله تكون التجربة واضحة.